مشاهدين قناة المكلة المحلية، هاي سنة ميلادية تنقضي وأخرى قادمة نستبشر بقدومها الأمن والأمان والخير على بلادنا الحبيبة، وساعة إخبارية جديدة نستهلها لكم بأبرز العناوين. رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي يثني على قوات الأمن الخاصة ويطلع على الدور الذي تقوم به قيادة حماية المنشآت. محافظ حضرموت يطلع على تجهيزات البدء في بناء المرحلة الثانية لكلية الشرطة بحضرموت. وقفة احتجاجية بالمكلة ضد فساد المتنفذين لأراضي الدولة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بالعاصمة عدن قائد قوات الأمن الخاصة في عدن ولحج وأبين والضالع اللواء الركن فضل باعش. وفي اللقاء أثنى رئيس الجمعية على الجهود التي تبذلها قوات الأمن الخاصة في الدفاع على الجنوب وحمايته والحفاظ على أمنه واستقراره. من جانبه قدم اللواء الركن باعش صورة عامة عن وضع قوات الأمن الخاصة واستعدادهم الكامل لخدمة الجنوب وقضيته. وفي سياق آخر، اطلع رئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد بن بريك من قائد لواء حماية المنشآت بالعاصمة عدن أحمد بن عفيف على الدور الذي تقوم به في حماية بعض المنشآت والحفاظ عليها. وأعطى رئيس الجمعية شرحا عن دور الجمعية ولجانها الدائمة المكونة من 22 عضوا برؤسائهم ونوابهم، مشيرا إلى أن اللجان تستقبل الشكاوي التي تلامس معاناة المواطنين، وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية بلغوا 303 عضو موزعين على المحافظات الجنوبية. وفي ختام الاجتماع وجه القائد بن عفيف الدعوة لرئيس الجمعية الوطنية لزيارة معسكر الصولبان والاطلاع على سير العمل فيه. تمكنت قوات الحزام الأمني من ضبط شاحنة نقل تحمل قطع غيار الدراجات النارية في نقطة الكراع الأمنية بالعاصمة عدن. وقام أفراد الحزام الأمني بإيقاف الشاحنة واتخاذ الإجراءات الأمنية، وتبين لأفراد النقطة أن الشاحنة تحمل قطع غيار الدراجات النارية الممنوعة، وتم تحويلها لمقر قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. قامت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن بزيارة لجرحى الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ملعب نادي الصمود الرياضي بمحافظة الضالع، واطمأن أعضاء هيئة الرئاسة على أحوال الجرحى الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات العاصمة عدن، كما حثوا الطواقم الطبية على إيلاء الجرحى الرعاية والاهتمام اللازمين يعودوا إلى أهاليهم سالمين معافين. من جانبهم عبر الجرحى عن امتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية من قيادة المجلس الانتقالي، شاكرين الجهود التي تبذلها قيادة المجلس لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. لقي ما يقارب 7 من مسلحي جماعة الحوثي حتفهم وأصيب 18 آخرون بعد عملية عسكرية نوعية نفذتها قوات اللواء الثاني مقاومة جنوبية، واستهدفت تجمعا لميليشيا الحوثي في قهرة مريس بالضالع. وبحسب المركز الإعلامي لجبهة الضالع عن مصدر قيادي ضمن قوات اللواء الثاني مقاومة، أن وحدة الدروع نفذت عملية نوعية استباقية صوب تجمع مسلح لميليشيات الحوثي تقللت بالنجاح. وأوضح المصدر أن العملية أدت إلى مقتل 7 وجرح 18 من مسلحي الحوثي. سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إغاثية لذوي الدخل المحدود بمنطقة هجر آل الشيخ بمحافظة شبوة، ووزعت الهيئة 101 سلة غذائية مستهدفة أكثر من 620 فرد من الأسر المحتاجة. من جانبهم عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد. اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرق سالبين البحسني صباح اليوم بالمكلة على تجهيزات البدء في بناء المرحلة الثانية من مباني كلية الشرطة حضرموت. وتعرف محافظ حضرموت من شعبة الأشغال العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية عن المرحلة الثانية من مشروع مباني كلية الشرطة، والتي تتكون من المبنى الأكاديمي وملحقاته ومرافق خدمية ومبنى الإدارة وقاعة اجتماعات كبيرة، إلى جانب بناء مبنيين لسكن الطلبة.
وتقدمت لبناء مشروع المرحلة الثانية من مباني كلية الشرطة 4 شركات عقب الإعلان عن مناقصة المشروع. دشنا مكتب التربية ساحل حضرموت صباح اليوم بالمكلل برنامج التدريبي لنظراء الموجهين الجدد على مستوى مديريات المحافظة، واجتاز الموجهون الجدد عملية الاختبارات التحريرية والمقابلات، وعددهم 146 كادر من كلا الجنسين على مستوى مديريات المحافظة. ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام من 31 ديسمبر وحتى 2 يناير المقبل. وأشار وكيل الوزارة مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون بأن الهدف من إقامة هذا البرنامج تدريب المشاركين على أساليب وطرق التوجيه التربوي وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي. أشرف مدير عام شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري بميناء جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة على مواصفات مادة الحديد الخاصة لبناء الخزان الثاني بمنشآت الشركة بمنطقة خلف بالمكلا. واطلع العكبري عقب ذلك على عملية الشحن لباخرة النقل التي تحمل كامل الكمية المخصصة لبناء الخزان المقدرة ب 545 طن من مادة الحديد الذي يتسع ل 18,000 طن من مادة الديزل. وأكد مدير عام الشركة حرصه على توزيع الخزن الاستيعابي للمشتقات النفطية في سياق الخطة الاستراتيجية العامة لتطوير الشركة وإنهاء الأزمات المتكررة. نظم أبناء مدينة المكلا وقفة احتجاجية ضد فساد المتنفذين لأراضي الدولة التي تمت السطو عليها. وتأتي هذه الوقفة للحفاظ ورفع كلمة الحق ضد المتنفذين ممن يقومون بالسطو على مواقع الدواجن غرب المكلا، والذي موثق باسم مكتب الزراعة بالمحافظة. وطالب أبناء المكلا السلطة المحلية الممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني ورئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري بتوجيهاتهم السريعة لوقف أعمال المتنفذين ومحاسبتهم. دشن نادي الطالب الجامعي بحضرموت المرحلة الثانية من مشروع التغذية المدعومة للسكنات الجامعية بالمكلا للشهر الثاني على التوالي، وبالتنسيق مع نيابة شؤون الطلاب بجامعة حضرموت. ووزعت المساعدات الغذائية على سكنات فوة والغليلة وفلكوة تشمل على مواد غذائية للوجبات الرئيسية الثلاث. وأكد رئيس النادي المهندس فائز بن حيدرة بأن المشروع يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على كاهل الطلاب الجامعيين والحد من معاناتهم، لافتا إلى أن النادي دشن المرحلة الأولى من مشروع التغذية المدعومة للسكنات الجامعية في نوفمبر الماضي في المكلا وسيئهن. انطلقت في المكلا يوم أمس الاثنين منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة حضرموت التنشيطية للملاكمة للفئة الناشئين لأندية ساحل حضرموت تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ حضرموت. وجرت البطولة التي ينظمها فرع اتحاد الملاكمة بساحل حضرموت في اليوم الأول 5 نزالات تأهل من خلالها 5 ملاكمين إلى الأدوار النهائية. وفي ختام البطولة اليوم الثلاثاء توج نادي الشعب حضرموت بطلا بكأس البطولة، فيما حصل نادي التضامن على كأس الوصافة. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية. أعزائي المشاهدين، هقد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. إليكم تذكيراً بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي يثني على قوات الأمن الخاصة ويطلع على الدور الذي تقوم به قيادة حماية المنشآت. محافظ حضرموت يطلع على تجهيزات البدء في بناء المرحلة الثانية لكلية الشرطة بحضرموت. وقفة احتجاجية بالمكلا ضد فساد المتنفذين لأراضي الدولة. ولمشاهدة نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة موقع القناة على اليوتيوب وفيسبوك المكلا تي في. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.